بيكم في حلقة جديدة من عمايل إيديا. كل سنة وانتوا طيبين، دايما نتجمع في أحلى الأوقات مع بعض. هعمل معاكم النهاردة ساندويتش الفراخ بطريقة لذيذة جدا. هنعمل دبابيس الفراخ بطريقة مميزة، وهنعمل كمان تزيين للكب كيك علشان الكريسماس. تعالوا نشوف أول وصفة معايا، وهي الفراخ. هعمل ساندويتش بيها مميز لذيذ سهل ونكهاته كلها حلوة قوي. تعالوا مع بعض نشوف إيه هي المقادير. أول حاجة عندي هتكون الفراخ المفرومة، عندي كمان العيش التوست، بصل، ليمون، ثوم مفروم، الهالبينو، جزر مبشور، كوسة مبشورة، جبنة شادر، مايونيز، هوت صوص، جرجير، وهنقدمه مع البطاطس الشيبس. أول حاجة عايزة أعملها إن أنا أشوح الفراخ بتاعتي. يلا بينا، هجيب الطاسة، هكون مسخناها على نار عالية، وهبدأ كده هحط البصل والفراخ المفرومة كده، والكوسة والجزر المبشور هيجوا معايا، هجيب الثوم المفروم كده، يلا بينا شوفوا جمال الوصفة، سهلة وسريعة ولذيذة جدا جدا. هحط ملح وفلفل، ونقلب بقى تقليبة حلو اهو كده. بخليها تتعصج تستوي سوا كامل اهو، ما بتاخدش وقت خالص. الله الله الله، ايوه كده. يلا تعالوا بقى الليمون هعصر عليها ليمونة كده، وهحط معاها الايه الهوت صوص، تبقى مشطشطة وحلوة. يلا بينا ونقلب تقليبة حلوة. الله 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 على جمالها، ازاي بتطلع جميلة وحلوة. تعالوا بقى هنا نعمل مع بعض كده الايه التوست، نجهزه. يلا بينا، هجيب المايونيز من ايه كده من تحت، حط طبقة مايونيز كده، يا سلام يا سلام اهو، وبعدين الجرجير. طبعا الجرجير بيدي طعم حلو جدا جدا للساندويتشز، فدايما حطوا الجرجير واستخدموه علشان هو حلو كمان قوي في الوقت ده اهو كده. هحط اللي بيحبوا بقى الايه الحاجه المشطشطه، الهالبينو،
من الحاجات اللي بتكون سبايسي بس طعمها حلو. الله الله الله، اهو حلو قوي. تعالوا بقى نشوف هنا ايه الاخبار. قربت على السوا، جميلة جدا جدا جدا. طبعا الفراخ ما فيهاش هزار، لازم تكون مستوية كويس قوي، فايه مش هنجازف خالص في السوا بتاعها اهو. وهي متبلة حلوة قوي، عايز اقول لكم ريحتها جميلة جدا جدا، تتبيلة لذيذة وطعمها ان شاء الله هيعجبكم، هيطلع طعم جدا. تعالوا بقى نشوف، هعمل معاكم الكب كيك نزينه كده. ودايما شاركوا اولادكم، جيرانكم، الناس اللي بتحبوهم في التزيين، لان دي بتبقى حاجه حلوه قوي قوي، هم بيحبوها جدا. يلا بينا اهو، هجيب كده سهلة سريعة، مش بتاخد وقت خالص. هاتوها جاهزة وزينوها لكل بقى الايه الماميز اللي بتشتغل، اللي ما عندهاش وقت. لو بتحبوا ان انتوا تعملوها في البيت طبعا اعملوها، لو مفيش وقت يبقى اعملوا زي ما انا بوريكوا كده، سهلة جدا لذيذة، وايه هتعجب البيت كله. يلا بينا اعمل كده. طبعا هنا بقى نحط الحشوات اللي ايه اللي نفسنا فيها كده. انا هحط الايه زي التوت البيوريه، كريسمس بقى وايه والوانه الجميله. اهو كده احتفالات واعياد جميله كلها. يلا بينا اهو، شايفين كده. هجيب بقى هنا التوت البيوريه كده. شوفوا جماله. بيدي طعم لذيذ جدا. شوفوا بقى. هدي الايه؟ الشوكولاتة فانيليا، والفانيليا هديها شوكولاتة هنا. اهو يلا بينا، وهبدأ بقى بالتزيين. زي ما اتفقت معاكم، كل ما تقولوا لاولادكم ان انتوا عايزين تعملوا حاجه معاهم، كل ما هيبقى الموضوع سبيشال قوي، وهيحبوا ان هم يبقوا دايما بيساعدوكوا، ودايما نحتفل معاهم بايه بالحاجات الجميله دي كده.
يلا بينا. هيحبوا قوي 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 هما بقى ايه يلعبوا اللعب ده كله، هيحبوه جدا اهو. يلا بينا نيجي بقى ايه ونزين. يا سلام يا سلام على الجمال، وايه بالحلاوة، والرمان يتحط كمان معاه. بيطلع حلو جدا. وهنا نرش السبرينكلز بتاعتنا الحلوة. اهو شوفوا بقى جماله وايه، ونقدمه الولاد هيكونوا مبسوطين جدا ان هما بيعملوا حاجة لذيذة كده، حاجة مختلفة. تعالوا دايما نشوف ايه الحاجات اللي هم بيحبوها، ودايما نخليهم يعملوها وايه يكونوا مبسوطين وهم بيعملوا الحاجة دي. حلو قوي قوي. يلا بينا نشوف كده اهو. عندي الفراخ بقت جميلة، استوت وحلو قوي قوي. يلا بينا على طول على ايه، على الساندوتشز اهو. هجيب هنا كده التوست بتاعي وهبدا ان انا احط. بصوا الجمال والحلاوه كده. وهقوم حاطه الايه الجبنه السايحه. الجبنه المبشوره دي اول ما احطها هتسيح لانه هو ايه سخن قوي. شوفوا السخونه دي هتلاقوها مسيحة الساندوتش بتاعنا الجميل. وهقوم قافلة عليها بالمنظر ده. يلا بينا. الله 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 على جمال وحلاوة الايه. طبعا الجبنة بقى اللي عندنا واللي احنا بنحبها نقوم ايه نقوم حاطينها. الجمال وشوفوا الحلاوة. يلا اهو كده الساندوتشز بتاعتي تقريبا خلاص جاهزة. انا بس هحطها هنا كده على الجريلا، اقرمش شوية التوست بتاعي. تعالوا نطلع الفاصل بتاعنا الجميل ونرجع كمان هعمل معاكم وصفة دبابيس فراخ حلوة قوي. استنوني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف التوست اللي عملناه، ساندويتش الفراخ مع الخضار المشكل، وقدمناه مع البطاطا. البطاطا قطعناها تقطيعة الشيبس وحمرناها بالشكل الجميل ده. هعمل معاكم دلوقتي صينية دبابيس الفراخ. تعالوا نشوف ايه هي المقادير بتاعتي. اول حاجة عندي دبابيس الفراخ، عندي بطاطس شرايح بالقشر، فلفل اخضر بالقشر، باربيكيو صوص، ثوم مفروم، بصل مبشور، زيت زيتون، ملح وفلفل وكزبره وريحان، بابريكا، شطه جوزة الطيب، روزميري وزعتر والليمون. اول حاجه عايزه اعملها ان انا هجيب الايه البطاطس بتاعتي وهقوم مدياها رشه ملح ورشه فلفل وايه شويه زيت زيتون كده، وهقوم عاملاها جامد مع بعض بالشكل الجميل ده. هجيب البايركس بتاعي اللي انا هقدم فيه وهقوم رصه كده البطاطس
وزي ما اتفقنا البطاطس بالقشر اهم حاجه تتغسل كويس جدا جدا جدا. اهو كده 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 بالطريقه الجميله دي كده. شوفوا بقى الحلاوه والجمال اهو. كده وايه، يلا هجيب الفلفل بتاعي وهقوم حطاه كده. شوفوا جمال النكهات في الوصفة وايه وحلاوتها. في نفس البولة الكبيرة بتاعتي هجيب الوراك كده، هحط هنا الليمون، وهبدأ ان انا احط بقى السبايسز بتاعتي كده، البصل وايه الكزبرة، الزعتر والروزميري، تتبيلة بقى ايه محترمة، والثوم، بهاراتنا الحلوة ورشة بسيطة من جوزة الطيب مع الملح والفلفل والباربيكيو صوص كده. يا سلام لو الخلطة دي قعدتها فيها شوية طبعا تبقى أحلى، لو جايباها من بالليل يبقى إيه نيميها فيها، لو جبتها يبقى أتبلها الصبح وإيه وأقوم شايلاها من الخلطة على العمايل. أهو شوفوا السهولة، أنا الصينية دي أعملها قبل ما انزل الشغل واقوم ايه كده، وهبدا بقى ارص الفراخ بتاعتي. بصوا الجمال والحلاوه، هنرصها بالشكل ده. بصوا الله 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 على الجمال والحلاوه كده اهو، والصوص بيخش على كله بالطريقة الحلوة دي. يلا تعالوا بقى ندخل الصينية الفرن، أنا عاملة النسخة أطلعها وإيه. بصوا 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 أهو نسختنا الحلوة، يلا بينا. بصوا اتحمرت وبقت جميلة ازاي، وندخل دي الفرن تاخد السوى الجميل، وبعدين اديها ايه نفس الوش اهو. شوفوا بقى الجمال، وصينية تستاهل ايه بقكو. شوفوا الجمال اهو، عملنا مع بعض النهاردة وصفات حلوة ممتعة ولذيذة جداً. أول وصفة كانت الساندويتش، ساندويتش الفراخ بطريقة لذيذة ومميزة. عملنا كمان وصفة الدبابيس، دبابيس الدجاج مع البطاطس والفلفل، ومعاكم كمان تزيين للكب كيك. أتمنى تكون حلقة لذيذة، جربوا كل الوصفات وبعتولي دايماً على صفحة البرنامج عمايل إيديا على فيسبوك، سي بي سي سفرة على إنستغرام، واستنوني في حلقة جديدة من عمايل إيديا. Thank you.